الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله ما من شيء يغنمه أحدنا وهو على هذه الأرض إلا الانضباط بشرع الله تعالى، إلا تحصيل الحسنات والأجور والمبرات بعد إيمانه بالله تعالى. يا شباب، يا من أنتم في سن البلوغ أو جاوزتموه قليلا، سلوا أبناء 70 أو 80 أو 90 كيف مرت عليكم الحياة. المغنم الوحيد، الوحيد وفقط على هذه الأرض ما دمت حيا، أن تحصل من المبرات بعد إيمانك بالله تعالى، أن تنضبط بشرع الله تعالى ائتمارا عند الأمر وانتهاء عند النهي. وهذه هي التقوى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مستحيل يضيع، ستراه في الدنيا وفي الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، مستحيل يضيع، سيراه في الدنيا، إن في الدنيا وإن في الآخرة. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. من آمن وجاهد في سبيل الله هذا رتبته عالية، أما أولئك المشركون الذين ما آمنوا بالله تعالى، وكون يقولون نحن نسقي الحجاج، نحن نعمر ونعتني بالمسجد الحرام، هؤلاء رتبتهم بعيدة عن حضرة الله تعالى، فقدوا الإيمان وفقدوا بذل الخير للعباد. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب. والله بلاش، يعني مخالطة الناس صعبة كثير، هي مي وفي شي شجرة، سأعتزل الناس في هذا الشعب وما بدي خالط منكم أحد على الإطلاق، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون أيها الإخوة، الصحابة عجيبون في انضباطهم بالشرع. لا تأخذني، يعني واحد بده يطلع على بيته ويقعد على جنب، لا بده يحكي مع حدا ولا حدا يحكي معه، يعني عادي يروح. بس ما كانوا يفعلون حتى يستأذنوا رسول الله، يعني حتى يستأذنوا الشرع صلى الله على سيدنا محمد. ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، ممنوع. فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. إذا تذهب لجهاد في سبيل الله، لبر الخلق في سبيل الله، لصد أذى عن العباد في سبيل الله، لإيصال معروف إلى العباد في سبيل الله، أحسن ما تقعد في بيتك وتصلي 70 سنة. رواه الترمذي. قال أبو نصر التمار: إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث وقال: قد عزمت على حج النافلة، أفتأمرني بشيء؟ هلأ المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستأذنون القرآن والسنة، من كان ما عنده قدرة الفهم والاستنباط من القرآن والسنة كان يسأل العلماء. هلأ الرجل رايح على الحج، حج النافلة، يعني بده إذن هذا الحج؟ أنا بسيط بقول ما بده، بايني روح على الحج طبعا، بس هو ليس بسيطا مثلي. ذهب إلى عالم بشر بن الحارث، قال: قد عزمت على حج النافلة، أفتأمرني بشيء؟ قال له: كم أعددت للنفقة؟ قال: 2000 درهم. قال بشر: فأي شيء تبتغي بحجك؟ اشتياقا إلى بيت الله أو ابتغاء مرضات الله؟ قال: ابتغاء مرضات الله. قال: فإن أصبت مرضات الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم، أتفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب فأعطها 10 أنفس، أحسن ما تروح على حج النافلة، 2000 درهم أعطيهم ل10، مديونا يقضى دينه، وفقيرا يلم شعثه، ومعيلا يغني عياله، ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك أن تعطيها واحدا فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام. عنوان خطبة اليوم: النفع المتعدي أفضل من القاصر. أيها الإخوة، العمل نوعان: ضار ونافع، والنافع نوعان: قاصر ومتعد. القاصر نفعه مقصور على صاحبه، والمتعدي نفعه لصاحبه ويتعداه لغيره. وقد قنن الفقهاء قاعدة فقهية تقول: المتعدي أفضل من القاصر. ذكر هذه القاعدة الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر وغيره. قال ابن الحاج في المدخل: لا خلاف بين الأئمة في أن الخير المتعدي أفضل من الخير القاصر على المرء نفسه، بشرط السلامة من الآفات التي تعتوره من ذلك. يقولون في شرح القاعدة: النفع المتعدي هو العمل الذي يصل نفعه للآخرين، سواء كان هذا النفع أخروياً أو دنيوياً. إذا نفعت واحد، سواء نفع أخروي أو نفع دنيوي، هذا هو العمل المتعدي، كالتعليم الأخروي، كالتعليم والدعوة إلى الله تعالى، الدنيوي كقضاء الحوائج ونصرة المظلوم. أما النفع القاصر فهو العمل الذي يقتصر نفعه وثوابه على فاعله فقط، كالصوم والاعتكاف وغيرهما. من أصول هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً. ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً. رواه الطبراني. من أصول هذه القاعدة
قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيتعدى هذا النفع إلى الآخرين ولا يقتصر على نفسه فحسب، بل يسعى في تعليم غيره من الناس. من أصول هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. جاءني عبر نافذة الاستشارات في موقع الإلكتروني يوما من يسأل يقول: تخرجت في كلية الطب بمعدل عال يؤهلني لمتابعة دراستي ودخول الدراسات العليا، ثم جاء رمضان وتفرغت فيه للعبادة فأحسست أني قد وجدت نفسي، صفت روحي ورق قلبي، وفي آخر رمضان خرجت مرتين للجامعة وعدت وأنا أشعر بحجاب بيني وبين الله، وقد فارقني شعور السكينة الذي كنت أحسه، وصار عقلي مشغولا بالأحداث التي شهدتها في خروجي، ولم أعد أخشع في صلاتي كما في السابق، وجدت فارقا كبيرا في صلتي بالله. هل تنصحني بالتزام البيت والتفرغ للعبادة؟ فالمكوث في المنزل يوافق هواي، وأنا مستعد للقيام به إذا ما أخبرتني أنه الأفضل لي وأني أكسب به ثوابا. وإن كان والداي يرغبان كثيرا في متابعة الدراسة كي لا أتنكر لجهد سنوات ست قضيتها فيها، وسأصلي الاستخارة بإذن الله، ولكن أرجوك أن تنصحني، جزاك الله خيرا. لا ريب أيها الإخوة أن المرء عندما ترقى روحه وتصفو نفسه تهيمن على جسده وعقله، لأن لذة الروح أقوى من لذتي العقل والجسد. اللذات ثلاثة أنواع: في لذات في الجسد، طعام، شراب، زواج. في لذات بالعقل، مسائل علمية، مسائل رياضية، مسائل إلكترونية، هذه تورث لذة عند أصحاب العقول. في لذات روحية، الصلة بالله عز وجل، القرب من حضرة الله عز وجل، الخشوع بين يدي الله. اللذات ثلاثة: جسدية وعقلية وروحية. أقوى هذه اللذات وأطولها استمرارا هي الروحية، ثم العقلية، ثم الجسدية. لا ريب أن المرء عندما ترقى روحه وتصفو نفسه تهيمن على جسده وعقله، لأن لذة الروح أقوى وأدوم من لذتي العقل والجسد. لكن الموفق من يحتكم في أموره كلها للشرع الذي يعيد التوازن للمرء لتحيا روحه وينمو عقله ويقوى جسده. مرات واحد بياخذ لذات بالجسد ويغرق فيها ولا يسأل عن الشرع، الشرع يريد أن يسحبه من هذه الهاوية، لا يسأل، فيقع في مزالق خطيرة. أحياناً الإنسان يذهب باتجاه لذات العقل ويشرد بعيداً، الشرع يريد أن يعيده إلى التوازن، يهلك نفسه هذا إذا غرق في لذاته العقلية. بعض المفكرين تعلمون، بعض المخترعين لا يأكل وهو جاد في عدم الأكل، يقول أنا ما أستطيع أكل، ما عندي وقت أصلاً للطعام، لا يعتني بتسريح شعره، يقول هذا ليش تسريح شعراتي أنا، ما في وقت، وهو فعلاً عاقل خطير وخبير، لكنه أغرق في لذاته العقلية. وأنا أعرف بعض الشباب عنده من اللذات العقلية ما جعلته يعتزل الناس، قال لي أبوه من 9 أشهر ما لقي أحداً من البشر، معتزلاً مع حاسبه وبرامجه العلمية في غرفته الخاصة، هذا يهلك نفسه، الشرع يعيده إلى التوازن. ومن أسرف في اللذات الروحية كمان أهلك نفسه، الشرع يعيده للتوازن. الموفق هو من يحتكم إلى الشرع في كل أموره، في ملذاته ومخاوفه، لأن الشرع يعيد لك توازناً بين روح ترتبط بالله، وبين عقل ينتفع وينفع، وبين جسد يحيى على هذه الأرض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كان جواب هذا الأخ في هذه القاعدة التي هي عنوان الخطبة: النفع المتعدي أفضل من القاصر. انشغالك بالعلم مع انضباطك بالشرع له من المنافع ما يفوق
تفرغك للعبادة بعيدا عن الناس وعن نفعهم. روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. كل من علم الناس الخير وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المخلوقات تدعو له. النفع المتعدي أفضل من القاصر. أيها الإخوة، لئن كنا محتاجين إلى النفع المتعدي دائما فنحن إليه في زمن الأزمة أحوج. وأفضل واحد فينا بعد انضباطه بالشرع من ينفع الناس أكثر، ولا بد لكل منا أن يجهد ويجتهد ليبذل المستطاع من النفع للناس، فيغنم في هذه الشدة من البر الكثير ويجمع من الأجر العميم. قرأت في الأربعين النووية الحديث 26 وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل عظمة صغيرة في جسمك لازم تدفع عليها صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة تصلح، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. لاحظت أن أكثر هذه الأعمال ذات نفع متعد. أن تصلح بين اثنين نفع متعد، أن تعين الرجل في دابته نفع متعد، أن ترفع له متاعه نفع متعد، أن تتكلم بالكلمة الطيبة نفع متعد، أن تميط الأذى عن الطريق نفع متعد. أما الخطوات التي تمشيها إلى الصلاة فنفع قاصر. ذهبت أبحث عن روايات أخرى وشواهد لهذا الحديث لأتذكر أصنافا من الأعمال النافعة المتعدية النفع، أحث نفسي على فعلها وأذكركم بها. وها أنا أختم بها الخطبة أصناف للتذكير من الأعمال النافعة، عشان ما حدا يقعد بقلب الأزمة ويقول أنا ما بدي أساوي شيء. بدك تحصل خير، ما في فائدة لوجودك على هذه الأرض على الإطلاق إلا الخير الذي تجمعه، إلا الخير الذي تجمعه بعد أن أكرمك الله تعالى بالإيمان مع الانضباط بشرع الله تعالى. ذهبت أبحث عن روايات لهذا الحديث أو شواهد تذكر أصناف من الأعمال النافعة المتعدية النفع، أحث نفسي على فعلها وأذكركم بها. وجدت الإمام ابن رجب الحنبلي قد سبق إلى ذلك، فجمع كثيرا منها في كتابه الفريد جامع العلوم والحكم. وها أنا أعرض عليكم آفاق من الأعمال المتعدية النفع يمكنكم بذلها للخلق نتقرب بها إلى الخالق، من حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم برواياته وشواهده. الحديث الأصل: على كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. في رواية قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: يرفع عظما عن الطريق. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليدع الناس من شره. في شواهده من حديث بريدة: النخامة في المسجد يدفنها والشيء ينحيه عن الطريق صدقة، يعني أذى رآه في المسجد.
من شواهده من حديث عائشة: وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما. في شواهده من حديث أبي موسى الأشعري: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر، فإنها صدق. من شواهده من حديث ابن عباس: والحمل عن الضعيف صدقة. من شواهده من حديث أبي الدرداء: إن بصرك للمنقوص بصره صدقة، وإن سمعك للمنقوص سمعه صدقة. في شواهده من حديث أبي ذر: تميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. عند أبي ذر: وبيانك عن الأرتم صدقة. واحد في عنده عياء في الكلام، عيي في الكلام، لا يحسن الكلام. قالوا: من لا يطيق الكلام إما لآفة في لسانه، وإما لعجمة في لغته، أو بسيط جدا ما بيحسن الطلب، ما بيعرف يكتبه، فأنت كتبت له هذا الطلب، هذه صدقة. ختاما أيها الإخوة، يعجبني وأضحكني حديث ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل به الجنة. قال: يؤمن بالله. قال: فقلت يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، لازم نشتغل شيء. قال: يرضخ مما رزقه الله، معك مال ساعد في الناس. قلت: وإن كان معدما لا شيء له؟ قال: يقول معروفا بلسانه. قال: قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له، يعني لا معه مصاري ولا بيقدر يساعد حدا، لا بيعرف يحكي كلمتين مثل على بعضهم البعض، ولا بيقدر يعين مغلوب. قال: فليصنع لأخرق. يا أخي، ما في حدا يعود، يلي بده يفوت على الإسلام بده يشتغل، تعود ما في قاعدة، بدك تشتغل، هذا هو الدين، حركة، عمل، كله آمنوا وعملوا. قال: يعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال: فليصنع لأخرق. شوف، واحد ما بيعرف صنعه هو بيعرفها، يصنع له إياها. قلت: وإن كان أخرق؟ قال: فالتفت إلي وقال: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ شو ما بيطلع بيده شي ابنه؟ يا أخي، فليدع الناس من أذاه، أقل شيء كف أذاك عن العباد إذا ما بدك تنفع هؤلاء العباد. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير، يعني هيك عم تحكي لنا أنه تمشيت مشان كمالة الجملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. قال ابن رجب الحنبلي: اشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص النية، يعني لو عمل بسيط تنفع في الخلق، بس أخلص نيتك لله عز وجل وستدخل به إن شاء الله تعالى الجنة. فلنجتهد أيها الإخوة في سوق الخير إلى الخلق، متنافسين على مرضات الله تعالى، فإن النفع المتعدي أفضل من القاصر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.